اوكي، اذا تكمل في تشابتر 10. اليوم راح نتطرق يا جماعه على 10.4 اللي هو في جواته راح نتعلم ايضا تو تيستس نستخدمهم لمعرفه امتى الانفينيت سيريز بتكون كونفيرج وامتى بتكون دايفيرج. فراح نبلش اول ايش باول تيست اللي بنسميه الدايركت كومباريزن تيست، وبس نفهم وناخذ امثله عليه ننتقل للتيست الثاني اللي هو بنسميه الليمت كومباريزن تيست. ومن الاسمه الليمت طبعا بيكون في جواته ليمت، بينما الدايركت كومباريزن تيست راح نستخدم في المقارنه. فمثلا بالنسبه لاول تيست اللي هو الدايركت كومباريزن تيست، خلينا نروح مع بعض على النوتس ونشرحه هناك مع بعض على النوتس. فانا هلا بفترض انه الجميع طبعا متابع معي في النوتس هون. فنحن هلا ب 10.4 وبدنا ناخذ تيست جديد اللي هو مثلا بدنا نسميه اللي هو الدايركت كومباريزن تيست. اليوم رح نتعلم الدايركت كومباريزن تيست في 10.4. تذكروا تماما نحن في عندنا انفينيت سيريز، وهي الانفينيت سيريز طبعا بدنا نشوف امتى بتكون كونفيرج وامتى بتكون ايش دايفيرج. واليوم راح نستخدم الدايركت كومباريزن تيست. هلا بالدايركت كومباريزن تيست بحكي لك التالي، هاي الـ AN شايفينها، هاي الـ AN طبعا بيجي بحكي إذا بقدر أجيب أحصرها، يعني أحصرها بين إيش؟ بين مثلا DN، طبعا هاي الـ DN بتكون جاية من Infinite Series تمام؟ وبقدر أحصرها مثلا بين مثلا CN، طبعا هاي الـ CN بتبقى جاية من إيش؟ من Infinite Series. طبعا انا ايش انا هدفي اعرف اللي بالاسود شو قصتها، انا هدفي اعرف اللي بالاسود اللي هي مجموع الـ AN، هدفي اعرف انه فيما اذا كانت كونفيرج او دايفيرج. هلا بيجي بحصرها، بس لما بدي احصرها بكون انا عارف اذا جبت اشي صغير، اذا جبت انفينيت سيريز صغيره بكون انا عارف يعني هاي جيفن بتكون معروفه بالنسبه لي هي كونفيرج او دايفيرج. وهي نفس الحاجه بتكون معروفة انها هي given، يعني بتكون معروفة انها converge ولا diverge. هلا الدايركت كومباريزن تيست بحكي لك التالي، انه انا معني في انفينيت سيريز الكبيرة تكون converge، فاذا كانت الكبيرة converge في نتيجة على السريع اللي هي ايش؟ بقدر استنتج انه مجموع AN converge. هاي النتيجة الأولى، هاي النتيجة الأولى، هاي هي النتيجة الأولى، إنه إذا أنا بضمن إنه الكبير كونفيرج معناته اللي بالأسود اللي بدور عليها أنا يعني راح تكون كونفيرج، والسبب باي دايركت كومباريزن تيست. هلا النتيجة الثانية اللي بالأحمر، إذا بدي أجيب اللي بالأحمر الصغير تكون إيش؟ لازم أجيب شرط إن تكون مجموع AN شو ماله؟ دايفيرج. فإذا كان مجموع AN دايفيرج معناته في نتيجة، ساعتها في هاي الحالة النتيجة اللي عندنا في هاي الحالة بتكون كالتالي، انه مجموع AN راح يكون ايش؟ دايفيرج. اذا هذا هو كل ما يتعلق بالدايركت كومباريزن تيست. طبعا في عندنا الشرط اللي هون لازم يكون جميع الحدود ايش؟ انه الحدود اللي عندنا هون جميعهم اللي هم الـ AN بوزيتيف والـ DN، الحدود جميعهم لازم يكونوا بوزيتيف والـ CN لازم يكونوا بوزيتيف تمام؟ هذا الشرط يتحقق for large n، يعني for large n، يعني لو اول كم حد ما تحققش مش مشكله، بس لما n تكبر كثير كثير لازم هذول الشرط يصير يتحققوا. اذا باختصار دايركت كومباريزن تيست، انا بدي اعرف شو قصه هاي اللي بالاسود الانفينيت سيريز اللي بالاسود. فاذا بدك تجيب صغيره لازم صغيره تكون دايفيرج حتى يكون في نتيجه، او بتجيب الكبيره لازم تكون ايش؟ كونفيرج حتى يكون في نتيجه، غير هيك ما في نتيجه، او الدايركت كومباريزن تيست ما بزبط. فاذا بتلاحظوا اذا بنرجع على النوتس هلا مثلا عندنا هون بالنوتس نشوف مع بعض كيف التست مكتوب، طلع كيف انا معني اعرف اللي بالاسود هي كونفيرج ولا دايفيرج، فبيجي بحصرها بهاي الصوره. هلا اذا الانفينيت سيريز الكبيره كانت كونفيرج في نتيجه، معناته الانفينيت سيريز اللي ايش اللي احنا بندور عليها هي كونفيرج ايضا. واذا كانت الانفينيت سيريز اللي هي صغيره دايفيرج، معناته شو بكون عندنا؟ بتكون عندنا الانفينيت سيريز اللي نحن بندور عليها بتكون ايضا دايفيرج.
اذا الكبير converge في نتيجه بعطيك convergence، واذا كان الصغير diverge في نتيجه بعطيك السيريز لانها بتكون diverge، غير هيك ما في نتيجه. يعني اذا كان الكبير diverge ما بزبط معي، واذا كانت الصغيره الانفينيت سيريز الصغيره converge ما في نتيجه. فخلينا نشوف مع بعض examples من خلالهم نطبق على ايش، على ال direct comparison test. تمام، اذا نشوف مع بعض examples. مثلا example بحكي لك كالتالي. اوكي example يعني ممكن احكي لك مثلا use comparison use direct comparison test، او ممكن احكي لك مثلا كالتالي بشكل عام ممكن تستخدم اي تيست بدك اياه مثلا، بس انا راح استخدم تيست تبعون اليوم. مثلا check for convergence او divergence. مثلا رقم واحد لو جينا مثلا على infinite series بهاي الصورة، مثلا 3 زائد مثلا sin n على n تربيع من n equal 1 لا ما لا نهاية. اوكي سو انا عمالي بدي افحص اذا كانت هاي الانفينيت سيريز كونفيرج ولا دايفيرج. فشو بسوي؟ بتخيل انه هاي الانفينيت سيريز هي نفسها اي مجموع اي ان، يعني بتخيل انه هاي اللي عندي هاي هون هاي عباره عن الاي ان. فاذا بدي استخدم الدايركت كومباريزن تيست، اول حاجه لازم ابقى عارف انه هاي الاي ان طبعا الحدود تبعتها كلياتهم موجبين، يعني بتحققوا الشروط. فممكن اجي اعمل كالتالي، احكي هاي الـ AN تبعتي 3 زائد ساين N على N تربيع، اجي احكي عنها مثلا انا بدي افكر، يعني على فرض اني انا بدي افكر بهي الصورة، هيك بفكر بحكي بدي اجيب هلا هون DN و CN، بحيث بشرط اذا بدك تجيب شيء هون لازم تضمن الكونفيرجنس، واذا بدك تجيب شيء صغير هون لازم تضمن الدايفيرجنس حتى اقدر اعطي نتيجه. فنحن بنعرف مثلا انه اعلى قيمه، اعلى قيمه لمين مثلا؟ للساين. مين بعرف شو اعلى قيمه للساين؟ اعلى قيمه لإله قديش؟ 1. فبصير عندك 1 زائد 3، فهي عباره هون عن 4 على ان تربيع، مزبوط هيك؟ هلا بسال نفسي السؤال التالي، لو بدي اجي اخذ الصم هاي الانفينيت سيريز اللي عندنا هون، واجي اشوف الانفينيت سيريز اللي هون، هل اللي على اليمين هون بتعطيك الكونفيرجنس ولا بتعطي ولا ما بتعطيك الكونفيرجنس؟ شو رايكم؟ اللي على اليمين بتعطي كونفيرجنس ولا ما بتعطي؟ وشو السبب؟ لازم نحكي شو السبب. شو رايكم؟ بتعطي ولا بتعطيش اللي على اليمين كونفيرجنس؟ هل الانفينيت سيريز اللي على اليمين كونفيرج ولا دايفيرج؟ هذا التست اخذناه امبارح، تست أنا مهم حكينا عنه، بتعطي ولا بتعطيش؟ إذا في طلاب بيحكوا دايفيرج، وفي طلاب بيحكوا مثلا باستخدام الانتام تيست هي دايفيرج ما بتعطي. أوكي طيب بدي أذكركم بحاجة هلا يا جماعة، فبدكم تديروا بالكم لازم تنتبهوا لكل تيست بناخذه. المحاضرة اللي فاتت اتعلمنا تيست اسمه البي سيريز تيست. إذا بدكم بي سيريز على السريع، شو البي سيريز بحكي لك؟ إنه مجموع 1 على N قوة بي من N equal 1 لما لا نهاية، هاي بتكون كونفيرج إذا كانت بي شو مالها؟ أكبر من 1، وبتكون شو مالها؟ دايفيرج إذا كانت شو مالها؟ بي أقل أو يساوي من 1، فهي الشفهي، هاي شفهي كونفيرج بي سيريز، كونفيرجنت بي سيريز. لانه هون انا عندي بي تساوي قديش؟ 2، يعني بامكاني الاربعه اللي هون اطلعها لبرا. فبصير عندك هاي انا ضمنت انه الكبيره كونفيرج، ما دام ضمنت الكبيره كونفيرج معناته انا بقدر اعطي نتيجه هلا، وهي النتيجه هي عباره عن ايش؟ انه الانفينيت سيريز اللي عندي بقدر احكي هلا هينس، بقدر احكي هلا هينس الانفينيت سيريز اللي انا بدور عليها اللي هي 3 زائد ساين ان على ان تربيع من ان ايكوال 1 لما لا نهايه، هاي كونفيرج والسبب باي دايركت كومباريزن تيست، انتهى. هذا اكزامبل مباشر
كيف نستخدم الدايركت كومباريزن تيست. اذا بدك تقارنها مع شيء كبير لازم يكون هذا الكبير كونفيرج، وبالفعل كان في عندنا كونفيرجن. هلا ناخذ كمان مثال حتى تتضح الصوره. لو نشوف مع بعض مثلا المثال التالي، شو رايكم بهذا المثال؟ مثلا 7n على 5n زائد 1 من n يكوال 1 لما لا نهايه. شو رايكم؟ شفهي انا عمالي بعملكم مراجعه هلا، هل هاي الانفينيت سيريز كونفيرج ولا دايفيرج؟ بسرعه، هذا شفهي بنحل السؤال. اذا بدنا نحكي كونفيرج بدنا نحكي شو السبب، واذا بدنا نحكي دايفيرج بدنا نحكي شو السبب. يلا شوف مين بعرف اذا بدنا نحكي دايفيرج شو السبب؟ بزبطش نكتب كونفيرج ودايفيرج. احسنتم، اذا فين محمد؟ احسنت يا محمد، اذا هي دايفيرج شفهي السبب في ذلك الانث تيرم تيست على السريع. فهذا السؤال انا يعني عشان تتذكروا مع بعض. سو هذا هاي الانفينيت سيريز مجرد ما اشوفها بحكي عنها دايفيرج باي nth term test على السريع، والسبب في ذلك سينس. شو nth term test بحكي لك؟ روح خذ الليمت ل a n لما n بتروح لما لا نهايه، بطلع الجواب معك الليمت ل 7 n على 5 n زائد 1 لما n بتروح لما لا نهايه، وهي جوابها 7 على 5. ما دام 7 على 5 لا يساوي 0 معناته الحدود بكربوش على بعض، معناته فينا divergence هون باستخدام ال nth term test. سو هذا مثال عشان نتذكر مع بعض، نراجع مع بعض انه هذا التيست لازم نفكر فيه اول تيست. نشوف مع بعض اكزامبل رقم 3 مثلا. شو رايكم مثلا في مجموع مثلا n على 3n زائد 1 وهي كلياتها قوة n؟ طبعا بدي افحص انا هون ايش الكونفيرجنس والدايفرجنس. هلا انا بشتغل على الدايركت كومباريزن تيست، ف بدي احاول ايش نشوف مع بعض. يعني انا بدي اجي عندي هلا هون، انا عندي هاي الانفينيت سيريز تبعتي هايها n على 3n زائد 1 قوة n. فاذا بدي احكي عنها، اذا بدي احكي عنها اقل من حاجه لازم هاي الحاجه اقبل ضامن الكونفيرجنس هون، واذا بدي احكي اكبر من حاجه لازم اضمن اللي بدي اجيبها من تحت هاي تكون دايفيرج حتى اقدر ابني، حتى اقدر اعطي نتيجه حسب التيست. ف ممكن نستنتج التالي، لاحظوا انه دائما المقام لما بيصغر المقام القيمه بتكبر، لما المقام بيصغر القيمه بتكبر. فشو رايكم بدي احط انا هون هي نفس المجموع وهي n بس بدي اشيل الواحد، صح؟ المفروض القيمه تكبر هيك، لازم القيمه تكبر اليس كذلك؟ فانا ما غيرتش ولا حاجه بس قيمه الواحد من هون. لما تقيم شيء من المقام القيمه كلياتها ايش بصير فيها؟ القيمه كلياتها لما تقيم شيء من المقام القيمه كلياتها بتكبر، فيتوقع ان الجمله هاي صحيحه 100%. مزبوط هيك بالضبط، هذا اللي صار. هلا خلينا نشوف مع بعض كيف نكمل. هلا طيب انا وصلت عند هاي، بس ما هي هاي نفسها ولا شيء بتفرق، هاي نفسها مجموع الان مع الان بتشطب، مجموع ثلث قوة n كويس من n يكوال 1 لما لا نهاية. السؤال هل هاي كونفيرج؟ اذا احنا محظوظين بتكون هي كونفيرج. شو رايكم يا جماعة، هل هاي كونفيرج ولا دايفيرج؟ اخذنا زيها قبل، يلا مين بعرف؟ اذا بدنا نحكي كونفيرج بدنا نحكي شو السبب، واذا بدنا نحكي دايفيرج لازم نحكي شو السبب. ما بزبط نحكي كونفيرج دايفيرج هيك، ما بزبط، لازم تحكولي شو السبب. طيب يلا شوف مين بعرف شو السبب؟ جيومتريك، احسنت يا نغم، خلص اذا السبب انها جيومتريك، وبالتالي انا بضمن ان هاي كونفيرج، مش بس كونفيرج، هلا هاي بسميها كونفيرجنت جيومتريك سيريز، مش بس كونفيرج وايضا بعرف لوين بتروح، لانه بالكونفيرجنس الجواب تبعنا بيكون هو الحد الاول على واحد ناقص الاساس. فالحد الاول عندي انا هون بطلع ثلث، ولما n تساوي واحد يعني على واحد ناقص الاساس اللي هو ثلث، وبطلع الجواب ثلث تقسيم ثلثين، وبطلع الجواب نص. اذا هاي الانفينيت سيريز كونفيرج وبتروح للنص كمان، معناته في عندي نتيجه على السريع. هلا معناته بقدر احكي هلا هينس هاي الانفينيت سيريز تبعتنا اللي هي n على 3n زائد 1
هو ان بحكي عنها كونفيرج والسبب باي دايركت كومباريزن تيست. فهي كمان مثال على الكونفيرجنس. هلا بدي اعطيكم مثال مثلا على الدايفيرجنس، نشوف مع بعض مثلا المثال التالي على الدايفيرجنس. مثلا هلا صار عندنا مثال ثلاث، هي مثال أربعة. نشوف مع بعض المثال التالي، شو رايكم بهي الانفينيت سيريز ثلاث على مثلا ان زائد جذر الان. احيانا بعض الاكزامبلز يعني مش سهل انك تفكر فيها بطريقه مباشره. فعلى فرض انا هون ايش مثلا، على فرض انا هون بدي احكي لك ايش، يوز دايركت كومباريزن تيست تمام تو شيك ذا كونفرجنس والدايفرجنس. فشو بيجي بعمل؟ بيجي انا طبعا عندي هي عباره عن ايش، عباره عن اي ان. ف بصير انا بعمل كالتالي، انا عندي هاي المجموعه 3 على ان زائد جذر ان. هلا انا معني في حاجه هون تكون كونفيرج، او في حاجه صغيره انفينيت سيريز اصغر منها تكون ايش، تكون دايفيرج. بس هذول التو كيسز اللي انا معني فيهم. هلا بصفي انك انت كيف بدك تتعامل مع الاي ان هاي، كيف تتعامل معها؟ ففي عندك انت هون ايش، 3 على ان زائد جذر ان. اكثر شيء بتقدر تعرفه انه في الفتره تبعتنا، طبعا انا عندي ان، شو ان بتساوي؟ ان 1 2 3 وبظل طالعه زي ما انتم شايفين المجموع. هلا لكل هاي القيم واضح انه بيكون عندي ان هو يعني فور لارج ان، ان اكبر من جذر ان طبعا فور لارج ان. كويس. هلا معناته شو بدي اسوي انا هلا؟ هلا انا ببلش من هاي الخطوه مثلا، انا بعرف انه ان اكبر من جذر ان. لاحظوا يا جماعه بس عشان تكونوا بالصوره، انه لما تيجي ترسم يعني خلينا نروح مع بعض، هاي عندك هون ان وبدنا نرسم هون مثلا، طلع كيف؟ انا بعرف هون هاي واي تساوي ان، هاي واي تساوي ان. هلا واي تساوي جذر ان، طلع هاي مثلا واي بيساوي جذر ان. يلا هم بتقطعوا هون عند النقطة واحد وعند النقطة زيرو. لاحظوا في البداية، في البداية جذر ان اكبر، طلع في البداية هون، هون جذر ان اكبر، بس انا كاتب لك هون فور لارج ان. لما ان بتكبر دائما انا بكون معني فور لارج ان، لانه المجموع لانفينيتي. ففور لارج ان بصير اللون اللي ايش، بصير عندك واي هو الكبير، واي تساوي ان هو الكبير، هاي فور لارج ان. هلا بعدها شو بسوي؟ بروح بجمع كمان ان للطرفين. هلا انا بدي احصل على مين؟ انا بدي احصل، بدي احصل على المقام. عشان احصل على المقام بدي اجمع ايش، ان. فبجمع ان زائد ان، بجمع يعني ان للطرفين. فانا هلا هون حصلت على المقام، اوكي. فانا هون حصلت على المقام، هي هلا هذا المقام صار جاهز. بعدين معناته انا توصلت لاثنين ان اكبر من المقام اللي هو ان زائد جذر ان. بس انا بدي في البسط 3. اذا بدك في البسط 3 فيش مشكله، ما هي اصلا 2 ان هي اقل من 3 ان. فصف عندك 3 ان اكبر من ان زائد جذر ان، تمام. هلا شو بدي اعمل انا؟ بدي اعمل كالتالي، بدي اخلي ان موضوع القانون. فلما بدك تخلي ان موضوع القانون بقسم الطرفين على ايش، على 3. صفي عندك ان زائد جذر ان على 3. وهلا اذا بتلاحظوا تقريبا وصلت ل اي ان، بس هاي مقلوب، هاي كلياتها عبارة عن واحد على اي ان، فبقلب الطرفين. هلا لما نقلب الطرفين على شو بيحصل؟ بصير هاي واحد على ان، لما تقلب الطرفين شو بصير في الاشارة؟ تنعكس. فبصير عندك 3 على ان زائد جذر ان. اوكي. معناته انا حصلت انه المجموع، هلا اذا بيجي بحط هون مجموع، معناته بدي احط هون مجموع. معناته بدي اجيب هلا هاي هون، هيها مجموع واحد على ان. هل نحن محظوظين ولا مش محظوظين يا جماعة؟ السؤال، هل نحن محظوظين ولا مش محظوظين؟ لأنه أنا شو معني هلا في الصغيرة تكون؟ شو معني فيها تكون؟ معني فيها بتكون دايفيرج. وبالفعل واحد على إن شو رأيكم فيها، دايفيرج ولا كونفيرج؟ الصغيرة هاي يا جماعة هاي عبارة عن دايفيرجنت بي سيريز، لأنه هون بي تساوي واحد. أو في لها اسم مهم، هي عبارة عن الدايفيرجنت هارمونيك سيريز اللي اخذناها من قبل. فمدام حصلت على صغير دايفيرج، معناته في نتيجة. هنس بقدر احكي هلا انه السيريز اللي بندور عليها
هي عبارة عن إيش؟ divergent by direct comparison test. كويس؟ إذا هاي أمثلة مباشرة على direct comparison test. جماعة ركزوا معي، بالنسبة للتست دايركت كومباريزن تيست، إذا استخدمت التست لسيريز معينة وطبق شروط التست واستنتجت إنه في كونفيرجنس، يعني قدرت تجيب سيريز كبيرة كونفيرج بحيث أقدر أحكي إنه الإنفينيت سيريز اللي مدور عليها هي كونفيرج، معناته ريح حالك ولا يمكن تقدر تجيب إنفينيت سيريز صغيرة تكون دايفيرج، ولا يمكن، معناته بصير نظرية غلط، بصير التست غلط طبعاً. فإذا طبقت صح وقدرت تجيب شيء كبير كونفيرج، ولا يمكن تقدر تجيب شيء صغير دايفيرج. وإذا طبقت صح وقدرت تجيب شيء صغير دايفيرج، معناته ولا يمكن تقدر تجيب شيء كبير كونفيرج، ولا يمكن. لأنه التست لما نطبقه ممكن تطبق أنت تو ديفرنت تيست يعطوك ايش؟ نفس النتيجة، ولكن ما بيكون في خطأ بالتست. هاي نقطة مهمة ننتبه لها. طيب خلينا ننتقل هلا ونشوف مع بعض اللي هو الليمت كومباريزن تيست. طبعا يعني احنا هنا اخذنا الدايركت كومباريزن تيست وحلينا عليه كل هاي الاكزامبلز بالتفصيل. هلا نيجي على الليمت كومباريزن تيست. هلا الليمت كومباريزن تيست كمان مره بدي اروح انا اشرح لكم اياه على النوت، ولكن نكون عارفين الشروط له. كيف يعني الشروط له؟ بحيث انا في عندي، طلع انا في عندي مثلا انفينيت سيريز اللي هي مجموع اي ام، فخلينا نروح على النوت افضل، انا بحب اكتب على النوت. خلينا نشوف مع بعض. نيجي هلا على التست الجديد اللي هو عباره عن ليميت كومباريزن تيست. كيف بيشتغل؟ من اسمه في جواته ليميت. هلا بكون انا في عندي الانفينيت سيريز، مش عارف شو قصتها هاي، كونفيرج ولا دايفيرج، تمام؟ فشو بسوي؟ بيجي بحكي وروح طلع ايش؟ باختصار يعني باختصار روح طلع جيب ايش؟ find bn من عندك هاي. طبعا هون يعني بيعتمد على ذكاء الواحد صراحة. find bn such that، بحيث انه مجموع bn يكون معروف is known. طلع انا مش مع، انا مش عارف انه الانفينيت سيريز اللي بالاسود هي converge ولا diverge، مش عارف. فاذا بدك تعرف وتستخدم الليمت comparison test باختصار، روح جيب لي بي ان من عندك بحيث تقبل مجموع بي ان نون بالنسبه لك، تمام؟ الان الشروط لازم تكون اي ان موجب ولازم تكون بي ان موجب، يعني الحدود تبعتنا يكونوا نون نيجاتيف. هلا النتيجه كالتالي، روح طلع الليمت، روح طلع الليمت، كويس؟ هلا اذا بتيجي بتطلع الليمت ل اي ان على بي ان لما ان بتروح لانفينيتي، فلما تاخذ الليمت هاي يطلع معك الجواب رقم اكبر من زيرو، فاينايت، ها كمان مره فاينايت، يعني ما يطلع انفينيتي، يطلع معك رقم اكبر من زيرو في نتيجه، شو هي؟ then both شو يعني both بين قوسين؟ انه مجموع a n and مجموع b n، هاي both، كويس؟ both ايش؟ يا اما بكونوا converge or both دايفيرج. فانت اوريدي بتبقى عارف هاي شو قصتها، بالنسبه لك هاي معروفه، فبتقدر تحكم على اللي بالاسود. هلا في كمان ايش؟ في كمان نتيجه، اذا اجيت اخذت الليمت لما انت بتروح لما لا نهايه، تمام؟ وطلع معك الجواب مثلا ايش؟ صفر. هلا اذا طلع معك الجواب صفر بكفيش، ولازم تفحص انه مجموع بي ان تكون ايش؟ كونفيرج. فإذا كانت كونفيرج، then اللي بندور عليها بتكون كونفيرج. طيب، في كمان حالة إنك تروح تطلع الليمت لـ AN على BN لما أنت تروح لما لا نهاية، إذا طلع معك إنفينيتي ومجموع الـ BN دايفيرج في نتيجة، then اللي بندور عليها شو بتكون؟ بتكون دايفيرج. فهذا هو التست يا جماعة باختصار. هذا هو إيش؟ التست باختصار. كمان مرة احكي التست. انا عندي انفينيت سيريز مش عارف احكم عليها، هيها اذا بدك تستخدم الليمت كومباريزن تيست بدك تروح تطلع، هي اصعب حاجة، انك تجيب لي ايش؟ بي ان، بحيث تبقى الانفينيت سيريز مجموع بي ان بالنسبة لك معروف.
هلا بعدها بتروح بتطلع الليمت زي ما انت شايف، طلع لي الليمت. اذا طلع معك رقم موجب معناته بوث كونفيرج او بوث دايفيرج اور، بينما اذا طلع زيرو لازم تكبر تضمن ان اللي في المقام كونفيرج، واذا طلع انفينيتي لازم تضمن ان اللي في المقام انفينيت سيريز تكون دايفيرج حتى نقدر نحكم على اللي بالاسود. ففي الكيس اللي بالوسط اذا كانت كونفيرج بيطلع معنا مجموعه ام كونفيرج، واذا كانت مجموعه بي ام دايفيرج بيطلع مجموعه دايفيرج. فخلينا ناخذ امثله ونفهم مع بعض كيف هذا التست بيشتغل. مثلا شوف مع بعض اكزامبل، هاي اكزامبل وشيك ايش فور كونفيرجنس ودايفيرجنس. نيجي على مثلا بعض الاسئله، على فرض مثلا بدنا نشوف مع بعض السؤال التالي. رقم واحد مجموع، طبعا هذا السؤال هو عبارة عن سؤال 40-46 في الكتاب، اللي هو مجموع من n equal 1 لما لا نهاية tan 1 على n. فأنا شو بيجي بسوي هلا؟ طبعا يعني يفترض انك يعني يحبب انك تستخدم هون الليمت كومباريزن تيست عشان نفهم ايش؟ عشان نفهم التيست هذا أكثر. فأنا أول حاجة بيجي بحكي المعطى في السؤال بعتبره a n، وهلا بدي أروح أطلع ايش؟ بدي أروح أطلع b n. اكتب بي ان اللي بدك اياها بحيث تبقى عارف قصتها انها هي كونفيرج ولا دايفيرج. فبرايكم يا جماعه مين بقول لي شو احسن بي ان؟ شو رايكم؟ يعني هون بدنا نختار بي ان، جيب اي بي ان من عندك. شو رايك؟ بدنا نجيب بي ان عشان ممتازه يا اسراء، اسراء حكت واحد على ان، احسنتي، طلع يعني وكانه من هون في زي دليل. فبجيب انا واحد على ان، ليش؟ لانه بالنسبه لي مجموع واحد على ان من ان يكوال واحد لما لا نهايه انا بعرف دايفيرج، هاي الهارمونيك سيريز، هارمونيك سيريز كويس. فانا جبت بي ان وبعرف انه دايفيرج. اوكي هلا بروح بطلع الليمت، بروح اطلع الليمت لاي ان على بي ان لما ان بتروح لما لا نهايه، اشوف شو بيطلع معي. اوكي هاي الليمت، هاي اي ان اللي هو تان واحد على ان، وهاي بي ان اللي هي واحد على ان. بدي اطلع هاي الليمت لما ان بتروح لوين؟ لما لا نهايه. شو رايكم هاي؟ حدا فيكم بيعرف شو جوابها شفهي؟ هاي جوابها شفهي، شو بيطلع معنا الجواب شفهي يا جماعه هون؟ الجواب شفهي، واحد واحد بيطلع. طبعا اذا مش مصدق انه واحد شو بتقدر تعمل؟ بتقدر تعمل كالتالي، هاي عباره عن الليمت ل مثلا انا عندي هون التان هو عباره عن ساين واحد على ان على كوساين واحد على ان، وعندي هاي هون واحد على ان. فبقدر اعمل كالتالي بعدها، اجي احكي هاي عباره عن الليمت لساين واحد على ان على واحد على ان لما ان بتروح لما لا نهايه، مضروبه في الليمت لمين؟ ل كوساين واحد على ان لما ان بتروح لما لا نهايه. طبعا بامكاننا نعمل ايش؟ بامكاني احط محل واحد على ان يو، ساعتها شو بصير عندي هلا هون؟ بصير عندي هون الليمت لساين يو على يو لما يو تقترب من زيرو مثل ما اتفقنا المره اللي فاتت بلس، وهي الليمت لكوساين مثلا يو لما يو بتروح للزيرو بلس. فالاولى هي نظريه جوابها واحد، والثانيه نحط محل الكوساين زيرو فبطلع الجواب واحد في واحد في الجواب واحد. اوكي المهم هلا انا طلعت الليمت طلع الجواب واحد، الواحد انو حاله؟ هاي الواحد هون، معناته بوث كونفيرج او بوث دايفيرج. اوكي انا طلعت الليمت طلع معي الليمت واحد، هاي الليمت واحد اكبر من زيرو، معناته بوث كونفيرج او بوث دايفيرج، بس انا بعرف واحد منهم شو مالها؟ دايفيرج. معناته شو النتيجه يا جماعه؟ هينس اللي بندور عليها هي مجموعه تان واحد على ان بتكون دايفيرج باي ليمت كومباريزن تيست، تطبيق مباشر على هذا التيست، هيك بيشتغل التيست. اذا بوث دايفيرج، احسنتم. هلا بدنا ناخذ كمان مثال نوضح الصوره اكثر على هذا التيست، ناخذ كمان اكزامبل اثنين، وهذا الاكزامبل بحكي لك كالتالي. مثلا على فرض بدي اروح انا اشوف التيست التالي اللي هو عباره عن سؤال 30-36. بحكي لك خذ مجموع n زائد 2 هو n على n تربيع 2n من n equal 1 لما لا نهايه. هلا شو بجي بسوي انا؟ بعتبر هاي بعتبرها an،
وهلا السؤال الصعب بدنا نروح نطلع ايش؟ بدك تجرب هون find bn، طلع لك bn such that يكون مجموع هذا ال bn بالنسبة لك معروف. فشو رأيكم يا جماعة؟ هلا عشان اساعدك في ال bn، لو محلك بروح بعمل كالتالي شوي. limit لما n بتروح لما لا نهاية، هي an على bn، وبيجي بعمل هاي الليمت. بعدين ايش بيجي بحكي؟ انا عندي هون n زائد 2 قوة n على n تربيع 2 قوة n. السؤال شو احط هون حتى الليمت يطلع معنا شيء معين مثلا؟ ففهمتوا علي كيف؟ فشو رايكم نجرب مثلا؟ بدنا نجرب. ففي ناس بحكوا خذ مثلا هاي n زائد 2 على n، يعني n على 2 n تربيع، يعني بدك تجرب. هلا اللي بدك تجرب شوف علي، انت حر شو تحط شيء هون، بس لازم تكون عارف شو هي قصه السيريز هاي. فشو رايكم مثلا نجرب مثلا نحط محل بي ان؟ شو رايكم؟ في حدا هيك عامل جيس؟ واحد على ان تربيع، احسنت يا كمال، شكله حسبها. كمال يمكن تزبط، خلينا نشوف واحد على ان تربيع، لاني انا بعرف شو قصتها واحد على ان تربيع. هاي عباره عن كونفيرجنت بي سيريز. احسن، خلينا نشوف. بدي احط هون واحد على ان تربيع، ليش؟ عشان هلا بتشطب ان تربيع مع الان تربيع، بتصفي عندك هون الليمت، يعني بتروح هاي الان تربيع للمقام مع المقام، بتصفي عندك هون الليمت لمين؟ في البسط ان زائد 2 قوة ان على 2 قوة ان لما ان بتروح لما لا نهاية. وهي يا جماعه لما تيجي تاخذ الليمت بيطلع معك انفينيتي على انفينيتي، فبشطك فوق وتحت. فلما تشطك فوق وتحت شو بيطلع معك هلا على هون بالترول؟ بصير عندك الليمت فوق واحد زائد، وهي لما ان بتروح لما لا نهايه. مين بقول لي شو مشتقة 2 قوة ان؟ يلا شوف. ايوه، مين بيعرف شو مشتقة 2 قوة ان؟ يلا 2 قوة ان يا جماعه. احسنتم، اذا هاي ده اللي اعطتني جواب. احسنتم، هذا اخذناه في كالكولس 1 صح؟ نحن نجحنا في كالكولس 1. اذا كل شيء زي ما هو، المشتقة اللي فوق واحد في الان اللي تحت نفس الحاجة تحت، وبالتالي كمان بطلع معي انفينيتي على انفينيتي، فبشتاق فوق وتحت كمان مرة، فبصير عندك الليمت لما تشتاق فوق وتحت بصير 2 قوة ان في لن 2 تربيع على 2 قوة ان في لن 2 تربيع، وهي لما ان بتروح لما لا نهاية بطلع الجواب قديش؟ واحد. المهم طلع معنا الجواب واحد أكبر من زيرو، معناته بوث كونفيرج أو بوث دايفيرج، بس أنا بعرف واحدة منهم شو مالها؟ كونفيرج. اذا على السريع شو بقدر احكي هلا؟ هينس معناته مجموع ان زائد 2 قوة ان على ان تربيع 2 قوة ان كونفيرج باي ليميت كومباريزن تيست. ديروا بالكم يا جماعه، لو بدي استخدم الدايركت، لو بدي استخدم الدايركت كومباريزن تيست صح، لازم اذا تحققت شروطه بقدر، لازم يعطيني نفس النتيجه. فمثلا بدي اروح اجرب السؤال نفسه أساس الصورة تكون واضحة. هي بدي أجرب نفس السؤال مثلا، اللي هو هاي السؤال تبعنا، مجموع n زائد 2 قوة n على n تربيع مضروب في ايش؟ في 2 قوة n، من n يكوال 1 لما لا نهاية. طبعا هو طلع معنا كونفيرج، ما دام طلع معنا كونفيرج معناته أنا لازم أقدر مثلا أجيب شيء أكبر منه يكون ايش؟ خلينا نشوف مع بعض. هلا هاي نفسها ايش؟ مجموع، لو وزعنا البسط على المقام، وزع البسط على المقام بصير عندك هنا 1 على n في 2 قوة n، وزائد لما توزع 2 قوة n على المقام بضل عندك 1 على n تربيع. فبس احنا وزعنا ايش؟ وزعنا. هلا بعطي كل واحد منهم مجموع، اذا بتلاحظوا، او بقدر شو اسوي هلا؟ بقدر اذا بدي اشيل شيء من المقام بتصير الكمية أقل أو تساوي، بدي أشيل الـ n، مجموع 1 على 2 قوة n زائد مجموع 1 على n تربيع. فشو رأيكم؟ أنا بقول إذا بدي أستخدم الدايركت لازم أجيب شيء إيش؟ كونفيرج. خلينا نشوف مع بعض. هاي كونفيرجنت بي سيريز كلنا بنعرف، وهاي مين بقول لي هاي؟ هاي شافها، هي كونفيرجنت جيومتريك سيريز. فمجموع تو كونفيرجنس فكلياتها بتطلع ايش؟ لان اذا بدك تجمع تو كونفيرجنس بيطلع الجواب ايش؟ بالاخر كونفيرجنس. فما دام انا جبت شيء كبير كونفيرجنس معناته في نتيجه، هينس
انه اللي بالاسود ان زائد 2 كو ان على انتر مضروبه في 2 كو ان كونفيرج ايضا باي دايركت كومباريزن تيست عفوا. فهذا ايش؟ اذا بزبط التيست تستخدمه لازم يعطيك نفس النتيجه. فهي كمان مثال حلناه على ليميت كومباريزن تيست. هلا في مثال كمان من الامثله المشهوره انك كيف تحدد بي ان احيانا. فلو بدي اعطيك اكزامبل رقم 3 على فرض حكيت لك التالي مثلا، شوف لي والله هاي الليمت كونفيرج ولا دايفيرج، مثلا ان زائد 2 على ان تكعيب ناقص او زائد ان تربيع زائد 5 من ان يكوال 1 لما لا نهايه. هلا اذا بدي استخدم مثلا الليمت كومباريزن تيست، مثلا اذا بدي استخدمه بفترض هاي شفهي على السريع، بفترض هاي ايش؟ اي ان. هلا السؤال المهم كيف اروح اطلع ايش؟ فايند بي ان. بس هون بي ان سهل اطلعها، طلع كيف؟ ليش سهل؟ هون سهل بس خذ الفرق بين القوه. هون القوه 1 في البسط، في المقام 3، الفرق بينهم 2، فبيجي باخذ 1 على ايش؟ 1 على ان تربيع، الفرق بينهم، هاي سهله. هلا انا بكون عارف انه مجموع 1 على ان تربيع شو ماله؟ كونفير. وبكل بساطه وبكل سهوله بيجي بطبق الليمت يا جماعه. هلا هي بيجي باخذ الليمت لما ان بتروح لما لا نهايه ل اي ان على بي ان، فبيطلع معنا تعويض مباشر. هاي في البسط ان زائد 2 على ان تكعيب زائد ان تربيع زائد 5، وفي المقام 1 على ان تربيع. هلا في هاي الحاله شو راح يصير معنا؟ راح يطلع معنا يعني من بدل مثلا اضبط الليمت بهاي الصوره، هاي الليمت ل عندك هون ان زائد 2 على ان تكعيب زائد ان تربيع زائد 5، احول القسم لضرب بصير ان تربيع على 1 لما ان بتروح لما لا نهايه. فبطلع لما تضرب هلا ان تربيع هون بصير عندك هون ان تكعيب وتحت ان تكعيب بطلع الجواب 1، والواحد اكبر من 0 معناته بوث كونفيرج او بوث دايفيرج. انا عندي واحده منهم كونفيرج معناته اكيد ايش؟ معناته هينس مجموع السيريز اللي عندنا راح تطلع معنا كونفيرج باستخدام الليمت كومباريزن تيست. فهي كونفيرج باي ليمت كومباريزن تيست. فهي امثله ايش كمان؟ امثله مشهوره كيف تختار بي ان. ناخذ كمان اكزامبل مثلا توضيح اكثر. ناخذ كمان اكزامبل مثلا، بنعطيكم مثال هلا اللي هو عباره عن سؤال مثلا سؤال 22. اول شيء اللي خاطر اعطيكم سؤال 10 بعدين سؤال 22. فخلينا ناخذ سؤال 10 اول. سؤال 10 بحكي لك التالي، بدنا ناخذ مجموع هي جذر مثلا ان زائد 1 على ان تربيع زائد 2. كويس؟ بنفحص من ان يكوال 1 لما لا نهايه. فبما انه التيست اللي شغالين عليه اللي هو الليمت كومباريزن تيست، فبدي احاول استخدمه. هلا بيجي بفترض انا اللي معطى معي هون بفترضها هاي اي ان. وهلا السؤال المهم كيف اروح اطلع فايند اللي هي بي ان. هذا هو السؤال المهم، بحيث such that انه يكون مجموع هذا البي ان يكون بالنسبه لي نون يعني معروف. فمين فيكم بيقدر يخمن هلا بناء على المثال 3 اللي قدامكم بيقدر يخمن شو اخذ بي ان بنفس الطريقه يا جماعه؟ اذا في ناس بيحكوا 1 على ان تربيع و1 على جذر ان، احسنتم، 1 على جذر ان هو الصح. ليه؟ لانه في فوق هون ان قوتها نص، لاحظوا لانها تحت الجذر، ففي فوق ان قوه نص، ان قوه نص فوق، وتحت عندك ان تربيع تحت الجذر يعني بتصفي ان قوه 1، فاذا بدك تاخذ الفرق بينهم بيطلع نص، فبيجي بحط هون اللي هي 1 على ان قوه نص، يعني 1 على جذر ان، 1 على جذر ان بالنسبه لي نون اللي هي ايش؟ دايفيرجنت بي سيريز. اوكي؟ هلا كمان مره كيف طلعت بي ان؟ القوه اللي تحت ان تربيع تحت الجذر بتصفي ان قوه 1، وهي ان تحت الجذر يعني ان قوه نص، فرق بينهم اللي هو ايش؟ 1 على جذر ان، الفرق بينهم. هلا بيجي بروح بطلع الليمت ل اي ان على بي ان لما ان بتروح لما لا نهايه، فبطلع معنا الجواب الليمت
هاي عندك AN كلها في البسط بهاي الصورة، طبعا الجذر فوق وتحت، وعندك هاي واحدة على جذر N وبدي اخذ الليمت هاي. طبعا بقدر هلا ايش يعني احول القسمة لضرب زي ما عملنا فوق، فبصير عندك هون الليمت، هاي عندك هون جذر N بلس 1، وهي هون جذر N تربيع بلس 1 بلس 2، وهي عندك هون جذر N على 1. لما N لوين بتروح؟ لما للنهاية. فبصفي عندك الجواب، ممكن تطلع شفهي وممكن تكمل بهاي الصورة. ففي عندك انت هون جذر 1، هاي تحت ان تربيع زائد 2، وفوق بقدر ادخل الان، بصير عندك ان تربيع زائد ان. ولانه الجذر كونتينيوس، هلا الليمت بتدخل جوا لانه الجذر كونتينيوس، فبصير عندي جذر برا وهي الليمت ل ان تربيع زائد ان على ان تربيع زائد 2. لما ان بتروح لما لا نهايه بيطلع الجواب جذر الواحد ويساوي 1. هلا بما انه طلع معك جذر الواحد اكبر من زيرو، معناته بوث كونفيرج او بوث دايفيرج، بس انا بعرف واحد منهم ايش؟ دايفيرج. اذا على السريع بقدر استنتج انه هنس مجموع ان زائد 1 على ان تربيع زائد 2 دايفيرج، والسبب باي ليميت كومباريزن تيست. ف خلينا هلا نشوف مع بعض، بلا اي سؤال اعطيكم اياه، ولكن بدي اشوف اذا في حدا عنده اي سؤال اي استفسار. اوكي، اذا خلينا نشوف مع بعض مثلا الاكزامبل التالي اللي هو عباره عن سؤال 22، مجموع ان زائد 1 على ان تربيع جذر ان. طبعا هون بدي احل السؤال بطريقتين، مثلا بدنا نشوف مع بعض انه هذا هاي الانفينيت سيريز كونفيرج ولا دايفيرج. فمثلا السؤال بحكي لك يوز مثلا ليميت كومباريزن تيست اند يوز دايركت كومباريزن تيست، استخدم اثنين هلا. فبدي ابلش انا هلا ايش؟ بدي ابلش بالليميت. اذا بدي ابلش بالليميت بعتبر اللي معي هون بعتبر هاي ايش؟ اي ان. وهلا مطلوب مني، طبعا انا بشتغل على الليميت كومباريزن تيست هلا. هلا مطلوب مني فايند بي ان، هاي هو بدنا نجيب مع بعض بي ان. يلا شوف شو رايكم، بدنا نجيب بي ان يا جماعه، في حدا فيكم بيقدر يخمن شفهي؟ شفهي ايش هي البي ان؟ واحد على ان تكعيب خطا. بدنا ناخذ الفرق، يعني بدنا ناخذ الفرق يا جماعه، مالكم؟ احسنت يا اماني، اماني حكيت صح، واحد على ان هو واحد ونص الفرق بينهم. هات نشوف، انا عندي في البسط ان طلع كيف، انا عندي في البسط ان قوه واحد، في المقام في عندي هون اثنين مضروبه في هون في نص، ففي المقام اثنين ونص. اذا انا عندي هون في البسط ان قوه واحد، في المقام ان قوه اثنين ونص، فهي شو بتصفي؟ بتصفي بالاخر واحد على ان قوه واحد ونص، يعني بتصفي واحد على ان قوه ثلاثه على اثنين، فهيها بي ان. وبهي الصوره مجموعها انا بكون عارفه. شو رايكم كونفيرج ولا دايفيرج؟ convergent بي سيريز، لانه بي اكبر، الواحد ونص اكبر من الواحد، وبالتالي بتكون في عندنا convergent. هلا في هاي الحاله بدي اروح اطلع الليمت. هلا بيجي بحكي هاي انا عندي هون الليمت ل اي ان على بي ان لما ان بتروح لما لا نهايه، وبالتالي بيطلع الجواب بهاي الصوره. انا عندي هون ان زائد واحد على ان تربيع في جذر ان، وعندي هون واحد على ان قوة 3 على 2، وبدي الليمت لما ان بتروح لما لا نهايه. فشو راح يطلع معي الجواب؟ فراح يطلع معي الجواب كالتالي، زي ما اشتغلنا قبل شوي نقسمهم على بعض، راح يطلع معي الليمت لا طلعوا كيف، انا عندي هون في المقام هون عندي واحد ونص، واحد ونص، هان في عندي اثنين ونص، بروح الواحد ونص مع اثنين ونص بضل ان قوة واحد، والبسط بضل زي ما هو ان زائد واحد. فلما تاخذ الليمت لما ان تروح لما لا نهايه طلع الجواب واحد اكبر من زيرو، معناته بوث كونفيرج او بوث دايفير، بس انا بعرف واحد منهم كونفيرج، معناته الانفينيت سيريز اللي احنا بندور عليها اللي هي ان زائد واحد على ان تربيع في جذر ان راح تكون عندنا كونفيرج، والسبب ايش؟ باي ليميت كومباريزن تيست. السؤال هلا بدي اروح استخدم الدايركت حتى افرجيكم إن إذا واحد طلعت كونفيرج لازم الثاني يعطيك نفس النتيجة إذا ضبط استخدمه. فبنرجع للسؤال تبعنا، هاي السؤال تبعنا.
عندك n زائد 1 على n تربيع في جذر n. n equal 1 لما لا نهايه. هلا بدي استخدم ايش؟ دايركت كومباريزن تيست اشوف اذا بزبط. فاذا بدي استخدم الدايركت كومباريزن تيست شو بدي اعمل؟ مين بيعرف؟ مين عنده فكره يا جماعه يحكي لنا شو اسوي؟ طبعا نحن في عندنا كونفيرجنس هون. ما دام في عندنا كونفيرجنس معناته لازم انا اجيب حاجه هون تكون كونفيرج، لانه انا اوريدي في عندي كونفيرجنس. فانا هاي المجموعه نفسه وهي المطال تقريبا يعني نفسه، وهي الان هاي نفسها. مين بقول لي شو احسن حاجه احطها هون؟ مين بقول لي شو احسن حاجه احطها جوا المربع تسهل علي الشغل؟ شو احسن حاجه احطها جوا المربع تسهل علي الشغل؟ اثنين يعني مين بحسن شوي؟ مين بحسن شوي صغير على اثنين؟ اثنين صح، ايوه ميرال حكت صح. جرب حط ان كمان، حط ان بظبط. وبالتالي في هاي الحاله شو بصفي عندك؟ بصفي هاي مجموعة 2 ان على ان تربيع في جذر ان، اللي هي نفسها 2 برا في مجموعة، تروح الان هاي مع التربيع، بظل عندك تحت شو مالها؟ ان قوة 3 على 2. وهي 3 على 2 كلياتنا بنعرف هاي بي سيريز، هاي كونفيرجنس ايه؟ كونفيرجنت بي سيريز، معناته بقدر استنتج هلا، بقدر احكي هلا هينس، معناته بقدر احكي انه مجموع ان زائد 1 على ان تربيع في جذر الان كونفيرج باي دايركت كومباريزن تيست. هاي كمان مثال على الكونفيرجنس. طبعا هذا المثال حليته بطريقتين حتى اوضح الصوره للطلاب ويقدروا من خلالها يكتشفوا انه اذا بتستخدم تيست وبظبط معك وبعطيك كونفيرجنس، لازم تيست ثاني اذا زبط يعطيك نفس النتيجه، ما بصير واحد يعطي كونفيرجنس والثاني يعطي دايفيرجنس. اذا بتلاحظوا هلا اذا بنرجع على التيست تبعنا علمت كومباريزن تيست، بتلاحظوا حليت مثال زي هيك بطريقه مباشره، حليت مثال بهي الصوره بطريقه مباشره. وايضا هلا هاي مور اكزامبلز، هلا صار عندك هون مور اكزامبلز محلوله، كيف اختار ايش؟ هاي انا عندي هون اي ان، هيها اي ان، هلا كيف اختار بي ان؟ حيث اكون عارف المجموع ل بي ان دايفيرج هون مثلا. وهي كمان اكزامبلز محلوله، هي هون كمان مثال حلينا زي الثاني، احنا حلينا زيه تقريبا بعطيك نفس النتيجه دايفيرج. هلا هون مثال ايضا احيانا بعض الامثله شوي صعب تختار بي ان، ولكن احنا اخذنا امثله ل بي ان تساوي 1 على ان قوه 1.5 وحلينا طلع معنا نتيجه. وايضا احيانا بستخدم الجيومتريك اني بفصل، بصير عندك واحده منهم جيومتريك وبالتالي هي كونفيرج والثاني على الدايركت بتزبط، وبالتالي المجموع لتو كونفيرجنس بطلع كونفيرج. هاي الصوره يا جماعه وي كلوز 10.4 كومبليتلي.